السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة ايزي انجليزي، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة بنتكلم عن الفاولز والشورت واللونج فاولز، الصوت الطويل والقصير. لو انت متابع معانا، احنا اتكلمنا في الاربع فيديوهات اللي فاتوا عن اللونج والشورت، ايه الايه الطويلة والقصيرة، نفس الكلام الصوت الطويل والقصير من الاي والاي والاو. النهاردة نتكلم عن اللونج يو والشورت يو. الشورت يو اللي هي القصيرة، يعني ما اطولش فيها، زي كلمة اب. يبقى الشورت يو لما الاقي اليو لوحدها كده، يعني مسكينه يتيمه ما فيش حد حواليها، اقولها اب اب، يعني لاعلى. يبقى اليو لوحدها كده منتهى بس بس، اتوبيس، را ران ران، يجري، ب ب بج بج. وخلي بالك من حرف اليو ده، بيتخن الحرف اللي قبله واللي بعديه. الشورت يو بتتخن الحرف اللي قبله واللي بعديه. دي مش باج، مش لا مش هعرف اقولها با، هطلعها با ايه، انا عايز يبقى ب ب ب ج ج بج. تمام. جم، لا ج جم جم، بتفخم الحرف اللي قبلها واللي اللي بعدها. جم لمانة، ك ك كب كب، يعني فنجان او كأس. صن صن صن، يعني الشمس. سجادة اللي هي صغيرة أو مشاية كده، اسمها رج رج رج. كلب صغير، بابي بابي، يعني جرو. زبدة، باتر البريطاني باتر، الأمريكان باتر باتر. أندر أندر، يعني تحت. the box this box is under the ball، under the ball، تحت الكرة. نيجي لللونجيو، متدلعة شوية، بنتها ليها اليو ليها كذا نطق. مثلا عندك اليو ار، بنتها ار مش ار، خدناها في الجزء الخاص ب الكومباين ليترز، اليو ار والاي ار واليو ار، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت. نيجي لليو اي، لما الاقي اليو اي الاي بتبقى واقفة ساكتة، بس بتشد اليو، هتدلعها شوية. يبقى جلو او جلو جلو، يعني سمر. او او بضم فيها بق شوية. ازرق، بلو مش بلو بلو او بلو، يعني ازرق. صحيح، ترو ترو، يعني صحيح. يبقى اليو اي منتها او او. نيجي لليو حرف ساكن ايه، جون جون جون، يعني شهر يونيو. لو شلنا الاي هتبقى جان جان، يعني هتبقى قصيرة، لكن الاي بتشد اليو. جون. لوت لوت اوت، لوت يعني عود، اللي هي الكلمة دي يعني لوت عود. نيجي اللي بعدها زيها بالظبط، بس هزود لها اف، هتبقى فلو فلوت فلوت، يعني المزمار أو آلة الفلوت. تيون تيون، يعني لحن أو نغمة موسيقية. أنبوب، تيوب تيوب، يعني أنبوبة أنبوبة اختبار. نيجي بقى لليو ار، دي شورت يو، دي مش ايه، مش طويلة. بلاقيها في كلمة زي كلمة كر كر، ما اقولش كاري، لا كر ار كاري كاري. I like to eat rice with curry، I like to eat rice with curry، دي كده شورت يو، بس مع الار بنتها ار ار. هري هري، يعني يسرع. He's in a hurry، he is in a hurry، هو في عجلة من امره. ممرضة، يعني نرس، لا نر ار نرس، ممرض او ممرضة. A nurse helps sick people، الممرضة helps sick people، بتساعد المرضى. زيها بالظبط، بس بدل ما هي nurse هتبقى purse، البوك أو كيس النقود بتاع السيدات. My mom puts money in a purse، my mom puts money in a purse، وساعات بنطقها زي put. نيجي لليو اي، دي لونج يو، متدلعة شوية، بنطقها juice with rune، جيوس يعني عصير، رون رون يعني يفسد. دي كده قواعد نطق حرف اليو الطويل والقصير منها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وارجع شوف الفيديوهات اللي فاتت كلها في القائمة بتاعة التشغيل، اللي هي قائمة أساسيات نطق اللغة الإنجليزية. هتلاقي فيها نطق الحروف كلها والحروف المركبة و الأصوات الطويلة والقصيرة من الحروف المتحركة. بالتوفيق يا شباب وبنات، مع السلامة.